محتاجة أقول لكم، لأن كلنا عارفين إن في أزمة اقتصادية عالمية بيعاني العالم منها كله بجد، بسبب كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها. أكيد في أسباب تانية كمان إحنا مش عارفينها، لأن مش معقولة أوروبا على أمريكا على آسيا على أفريقيا كل دول بيعانوا من جراء الحرب الروسية الأوكرانية. على العموم تعالوا نتعامل مع الفاكتس أو مع الواقع اللي إحنا فيه، إن الأسعار غالية، وإن في ظل الغلاء ده أكيد أي أسرة ممكن تتعرض لأزمات مالية. طب ندير إزاي أزماتنا المالية دي؟ المدارس داخلة لازم أدفع مصاريف المدرسة، المصيف لسه راجعة منه قضى على أي تحويشة كنت محوشاها أنا وعيلتي طبعا. النهاردة هنتكلم إزاي ممكن ندير الأزمات دي ونحلها ونواجهها، أو على الأقل نقدم نصايح إزاي على الأقل الستات يديروا ميزانية البيت بشكل سليم وما نتعرضش لأزمات مالية تضرب مننا في نص الشهر. معانا النهاردة ومنورنا الأستاذ محمد شاكر، خبير التنمية البشرية وتطوير الذات. بص أنا يعني بأشفق على حضرتك من الأسئلة اللي جاية. مبسوط إن أنا مع حضرتك. الله يخليك يا رب. بجد. إزيك يا أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير. أزمات كتيرة بنعيشها دلوقتي. أوه. ومش هقدر أقول كمان إن طبقة معينة في المجتمع لوحدها هي اللي بتعاني. كله بيعاني على حسب دخله. نبدأ منين؟ نبدأ نقول إن الأزمات اللي إحنا فيها دلوقتي هي أزمات متوقعة. والعالم عارف إن في السنتين دول قبل حتى موضوع الحرب الروسية الأوكرانية، يا سلام، كانوا مخبيين علينا كل مش ده، مش مخبيين الحاجات دي معلنة، ولكن إحنا الثقافة الاقتصادية مش شعبية قوي عندنا. يعني عندنا محدش بيهتم بيها قوي. وعدى علينا قبل كده أزمات كانت أكبر من دي ولكن ما حسيناش بيها في مصر قوي، زي في 2008 مثلا. صح، ما حسيناش بيها. انهيار والركود المالي اللي أصاب العالم كله. بالظبط. في مصر ما تأثرناش قوي بيها لظروف معينة مش وقت ان احنا نقعد نشرح فيها دلوقتي، ولكن دلوقتي الأزمة اللي موجودة دلوقتي هي أزمة عالمية، ومصر من ضمن البلاد اللي بتتأثر بيها أزيد شوية من بقية العالم. يعني في أمريكا في أوروبا في أي بلد في هزة المواطن هناك حاسس بيها، ولكن مش زي الإحساس بتاعنا إحنا هنا. الموضوع عندنا أقوى شوية. بغض النظر بقى إحنا متوقعين مش متوقعين، خلاص إحنا دلوقتي النهاردة بنتكلم على الوضع الحالي. النهاردة أنا متوقع اللي جاي إيه؟ إن في أزمة. أيوة. خلاص يبقى أعمل إيه؟ أعمل حسابي. ده المفروض ده كان من الأول. إنما دلوقتي أنا مهم جدا جدا أعمل حسابي وبسرعة وأتعامل بالتغيرات اللي موجودة دلوقتي. ما ينفعش إن أنا أقول لما تحصل الأزمة، إحنا أصلا في وسطها، يعني إحنا صح. في عز الأزمة دلوقتي. صحيح. وزي ما حضرتك قلتي إحنا كل الطبقات حاسين بده. مزبوط. طبعا باختلاف وتفاوت أثرها في الواقع عامل إزاي واحتياجات كل أسرة إيه. بالظبط كده، بالظبط كده. فإحنا هنحاول دلوقتي في خلال الدقايق اللي جاية مع بعض إن إحنا هنقول يا جماعة 1 2 3 ممكن نعمل إيه علشان نتصرف. يا ريت. كلام جزء منه نظري والجزء الأكبر منه قابل للتطبيق العملي النهاردة، يعني مش لسه كمان محتاج وقت عشان أطبقه، لأ أنا أقدر أطبقه النهاردة. يلا بينا. يلا بينا نبدأ بأول حاجة. أول حاجة نتكلم على إن إحنا في غلاء. هل الواحد يحدد أولويات؟ طب الغلاء ده هيخلينا حتى لو حد مدخر شوية للزمن إن هو خلاص مش هيقدر يدخر وهيبدأ يتعامل مع موجة الغلاء الحالية إزاي؟ تعالى نبدأ بينا إحنا الستات. تمام. ست البيت إزاي تتأقلم مع الموجة دي؟ هو قبل ما نتكلم في الغلاء إحنا مش في مرحلة غلاء بس، إحنا في مرحلة بتسمى عدم استقرار. أوكي. يعني إحنا بنسمي المرحلة دي مرحلة عدم استقرار، اللي هو أنا مش عارف بكرة الحاجة اللي أنا بشتريها بجنيه هتبقى بكام. المراحل دي أو مرحلة عدم الاستقرار عموما ما بينفعش معها التجهيزات الكتير والتخطيط طويل المدى. صح، لأنها قصيرة المدى ومحتاجين النهاردة قرارات وبكرة وبعد. بالظبط كده. فأول حاجة لازم يبقى عندي أنا عقلية تساعدني إن أنا أعدي المرحلة دي. مرونة. جدا جدا، لأن لو ما عنديش المرونة دي هبدأ أخد الموضوع على نفسيتي، هبدأ أضر نفسي، هبدأ أضر جسمي، هيبدأ يحصل لي حاجات أكتر من كده. طب لا، الموضوع محتاج إن أنا مش وأنا مش كشخص بس أو حضرتك كست بيت أو ست بيت أسرة كاملة لازم كلهم يبقوا عارفين إن دي مرحلة عدم استقرار. طيب، من أوائل الحاجات اللي لازم نعملها ما تعيش في مستواك. عيش أقل من مستواك. حلو. ودي حاجة صعبة. ما تاكلش في نفس المطاعم اللي انت متعود عليها.
انزل شويه هبه كده شويه ما تروحش نفس الاماكن بنفس القدر اللي انت كنت بتروحه قبل كده. ما تدخلش ولادك مدارس يعني اعلى من مستواك او في مستواك او هتشيل هم مصروفاتهم في المدارس دي. يعني مش هقدر اقول الناس خرجوا طبعا الاولاد من المدارس، ولكن غيروا من بند تاني، يعني ما تهزوش الولاد نفسيا دلوقتي، لكن غيروا من بند تاني. ولو حد داخل على المرحله دي وهيبدا يدخل ولاده في مدارس، اعمل حساب كمان خمس سنين لما يبقى في ولد واثنين وثلاثه او ابن واثنين وثلاثه مصروفاتهم مقارنه بمعدل زياده دخلك هيبقى عامل ازاي. صح، وكلنا متفقين ان التعليم عموما مش هو المنتج النهائي اللي يستحق الدفع فيه المبالغ دي، بناء شخصية الولد أو البنت هو الأهم. ومش كل المدارس اللي بفلوس كتير أو بفلوس قليلة هي اللي بتبني بالظبط هي اللي بتبني الشخصية دي. صح. تمام، فأهم حاجة هنقعد قاعدة رايقة كده مع كوبايتين شاي مع أصحاب القرار في الأسرة. مين صاحب القرار في الأسرة؟ والله الزوج، والله الزوجة، والله الابن الكبير، والله مش أيا كان بقى مين أصحاب القرار، نقعد قاعدة حلوة كده مع طقم شاي. تمام، ونبدأ نتكلم. إحنا مصادر دخلنا إيه؟ كام دي بعدين. أهم الأول إيه؟ أنا بيدخل لي فلوس إيه؟ منين؟ مرتب؟ هل في مرتب؟ هل في أصل عندي مثلا بأجره فبيجيب لي إيجار؟ هل في معاش؟ هل في هل في هل في؟ فإيه مصادر الدخل عندي؟ طب لو انا عندي مصدر دخل واحد يبقى انا في مشكله. ادي اول مشكله عندي. ده كل يعني حضرتك بتتكلم على اننا أسرة. كلنا اسره كامله. مصادر دخلنا كلنا ايه؟ تمام، بعد كده نبدا بقى في سؤال ايه؟ كام؟ كام كل مصدر من دول بيدخل لي كام؟ وفي حته بنعملها كده قدام شويه، ان كل مصدر من دول بيدخل لي كام مقابل كام؟ مقابل مجهود قد ايه؟ مقابل وقت قد ايه؟ يعني لو انا مثلا عندي شغل 10 ساعات في اليوم بيدخل لي رقم معين، وعندي شغل ساعه واحده في اليوم بيدخل لي رقم اقل منه شويه، يبقى اني احسن؟ اللي بيدخل اقل شويه، لانه ساعه واحده بس في اليوم بالظبط اقدر اعمل حاجات كتير غيره. بالظبط كده. فهي الفكره في ايه؟ ده بيدخل لي ايه مقابل مجهود قد ايه؟ طيب حطينا بقى كده الارقام دي على جنب. أيوة. عرفنا ان انا بيدخل لي كذا كذا كذا، ولو عندي مصادر دخل غير شهريه او مش منتظمه، كل ثلاث شهور بيجي لي حاجه، كل سنه بيجي لي حاجه معينه، او لو واحد صاحب مشروع الشهر ده بيكسب مبلغ معين، بنحطها بقى كتوتال بقى. انا متوقع السنه مثلا يكون ربحي منها قد ايه او دخلي حلو قد ايه، سنه بقى ثلاث شهور ست شهور حسب كل واحد بيظبط دورته الماليه. بالظبط كده. ولو صاحب مشروع بنقول دايما حط لنفسك مرتب وخلي الارباح بعد كده في الاخر. صح. تمام، طيب عرفنا الدخل حطه على جنب. ايوه، نبدا بقى نيجي الصرف للحاجه الاكبر بقى واللي احنا ما بنبقاش حاسبين لها. وللاسف دي مهمه جدا، وفي مبدا عندنا في البيزنس بيقول انك مجرد ما تدون او تكتب الارقام صرفك هيقل. يعني مجرد ما اكتب انا صرفت ايه، او تخرم او تعمل العكس تخرم لا منك بس اللي لا انت كاتبه ده كله. انا بكتب تلاقي كاتب 100 صرفت 200. لا بس انا بكتب لما بصرف. انا اقصد ان انا بكتب ايه دلوقتي، انا النهارده خلاص نازل. طيب انا النهارده صرفت ايه؟ صرفت مواصلات كذا بالجنيه، صرفت بنزين قد كذا، صرفت مثلا كلت شربت ايا كان، انا ست بيت جبت ايه، جبت كذا كذا كذا، فصرفت كام. مجرد ما بكتب بس مصاريفي بتبدا توضح عندي رؤيه معينه، انا كاسره مصاريفي قد ايه. صح. الكارثه تبدا تحصل فين بقى؟ ان لما المصاريف تبقى اعلى من الدخل، مصادر الدخل، هلاقي الرقم عندي بالسالب. ايوه، يعني انا المفروض انا دخلي كذا ومصاريفي اعلى منه، فانا عندي رقم في الاخر بالسالب. عشان كده بنقول هنبدا بقى نركز في حاجتين. هنزود مصادر الدخل وارقامه، او نحاول على قد ما نقدر ونقلل الصرف. الصرف اوكي بمنتهى البساطه. طب هقلل الصرف ازاي؟ هنبدا نشوف ايه الحاجات الاساسيه اللي ما ينفعش نعيش من بدونها. ما ينفعش طبعا. تمام، والله عندي واحد واثنين وثلاثه، دي مصاريف ثابته وبتطلع كل شهر كايجار ككذا ككذا. طيب في مصاريف ثابته بس ما بتبقاش ثابته قوي، يعني كبند ثابت ولكن الرقم نفسه متغير، زي الفواتير. ده بند ثابت، انا كده كده هدفع الفاتوره. بس كام الفاتوره هتيجي؟ اخدت كهرباء زياده الشهر ده، اخدت ميه اقل. بنعمل برضه حسابنا في المتوسط في الفواتير دي. بعدين نبدا ندخل بقى على مصاريف كل فرد من الاسره، من أفراد الأسرة. مصاريف الاكل والشرب طبعا، عندي مصاريف الاساسيه اللي هي الايجار وبتاع، لو في حاجات دي كلها ماشي. فعندي بقى مصاريف الاكل والشرب، للاسف مجهود تخطيط صغير قوي بيوفر علينا كتير قوي بس احنا ما بنعملوش. اللي هو ايه؟ يعني مثلا لو احنا بنتكلم كاكل وشرب، الستات اللي بيتفرجوا علينا طبعا
عندهم ازمه كل يوم هناكل ايه النهارده؟ يا نهار ابيض على ده سؤال. بالظبط، الازمه دي والله العظيم تتحل بساعه واحده في الاسبوع. ساعه مجتمعين برضه او لوحدها. احنا كرجاله يعني والله يا جماعه اي حاجه. بالظبط، العيال هم اللي بيجننونا على فكره. بس خلاص بقى، انت نفسك تاكلي كذا وانت نفسك تاكل، هنعمله بس على مدار الاسبوع، الاسبوع، الاسبوعين، الشهر، ايا كان. فقعده واحده، خلاص انا يوم السبت هعمل كذا، حد كذا، اتنين كذا، سواء بقى في بيوت بتطبخ صنف واحد في اليوم، صنفين في اليوم، او صنف كل يومين، كل بقى بيت على حسب ظروف ظروفه. بالظبط، فخلاص انا عارف ان انا او عارفه الاسبوع ده انا محتاجه هعمل كذا وكذا وكذا. طيب هجيب لحوم ايه، فراخ ايه، خضار ايه، سوبر ماركت ايه، زيت والحاجات الطبيخ. فخلاص انا عرفت ان ميزانيه الاكل والشرب الاساسيين للاسبوع ده ايوه هو كذا. في فاكهه، في حلويات، ايا كان بقى على حسب كل اسره وكل مستوى وبيجيب ايه. طب الدليفري، انا في ازمه. قلل، انا في ازمه، قلل. فهل الدليفري اساسي؟ لا مش اساسي. فابدا اعمل ايه يعني؟ نحطه في بند الرفاهيات. اوكي، يعني قصدك نمنعه؟ لا، نقلله. نقلله، اوكي، احطه في بند الرفاهيات. بدل ما بعمل مثلا دليفري برقم معين، احنا سهرانين بالليل وبنتفرج على فيلم ومش عارف، طب نطلب كذا، نبدا ايه، نشوف له بدايل. يعني نبدا نشوف بدايل للموضوع ده. الخروجات خلاص بقى، لم الاكل نفسك بقى بره شوية. احنا هنخرج نروح مكان، فاي خروج عندنا بتبقى مرتبطه دايما بالايه، بالاكل طبعا. فارقام بتدفع دلوقتي. أيوة. الناس بدات تلاحظ ان الحاجه اللي كانوا يدفعوا فيها رقم، الرقم ده بدا يبقى ده اكتر بكتير شهريا، ده يوميا. ممكن ممكن تروح تلاقي حاجه بسعر مختلف يوم عن يوم، وفي نفس المطعم وفي نفس المكان. فنبدا نحدد بس انا ايه الاولويات وايه الكماليات بتاعتي. خلصنا بند الاكل والشرب، نبدا نشوف بقيه المصاريف بالترتيب بقى. لبس بقى. طب معلش استاذ محمد، في يعني ظروف بتطلع اذ فجاه طبعا. حد فينا بيعيا لا قدر الله، حد ظروف اضطر ان هو يشتري حاجه باظت عنده فبيضطر يغيرها، كلنا بنتحط حاجات زي كده. حد قريب من الاسره، عم، خال، حاجه احتاج حاجه بنضطر اننا يعني نساهم فيها. في ظروف بتقب كده طبعا. طب دي هل دي نعمل لها ميزانيه ولا هنعمل ايه بقى؟ وانا في ازمه ولا انا بخطط لحياتي الماليه؟ لا مش في العموم، احنا بنتكلم احنا في ازمه. وانا في ازمه. اول حاجه انا عييت وانا في ازمه، خلاص لازم اتعامل، مفيش مشكله. انا ما عنديش مشكله مع ده، ولكن مثلا حاجه باظت هنبدا نبدل برضو العقليه بتاعتنا. يعني في احيانا بعض الناس حاجه بتبوظ برميها وبجيب غيرها. طب ما ممكن اصلح. أيوه. بالظبط. وفي ناس تبدا تدخل، طب ليه ما اتعلمش انا اصلح الحاجات اللي في البيت عندي بنفسي. طب سؤال معلش كده بين قوسين، هل اقسط؟ يعني انا مش معايا غسالتي باظت خلاص، وقدامي غساله اللي نفسي فيها، واحنا في غلا وعندي ازمه، وهقول لك حاجه اقسط، هقول لك حاجه ومعاكي فلوسها. طيب يعني لا، ده انا بقول لك معيش، ما انا بقول لك لا، ده كمان معاكي فلوسها. اعمل لو التقسيط قسطه بسيط بالنسبه للدخل او لمصادر الدخل، زائد بدون فوائد كبيره تعلم عالية. سعر السلعه قسط بدل ما تشتري كاش. اوكي، حلوة، احتفظ بالكاش، حلوة النصيحة. دور الكاش في اي حاجة تاني وقسط السلعة دي. بس احنا بنتكلم مش في الموبايل اللي انا نفسي فيه، ولا العاب بلاي ستيشن للاولاد، ولا انا بتكلم في ايه، ما نقسطش الرفاهية، انا بتكلم في حاجة مهمة، نقسط المهم الاساس. بالظبط كده. احنا عندنا دلوقتي اجهزة مهمة في البيت ما نقدرش نستغنى طبعا عنها. تلفزيونك، ثلاجتك، غسالتك. بالظبط كده. ودي حاجات انا مش هعرف اصلحها يعني، متجهزات خلاص، هي حاجة هناكل ازاي، وحاجة معمرة. حاجة هقسط لمدة سنة، لمدة سنتين، بس هي هتعيش معايا اكتر من 7 سنين، 10 سنين، حسب كل حاجة وفترة كمان صلاحيتها اللي موجودة دلوقتي يعني. فالتقسيط فكرة حلوة جدا، ولكن زي ما بقول ايه، لو الفوائد مالها، لو الرقم نفسه الحاجة مثلا ب100، ما يجيش اقسطها على سنة ب150 بالظبط، خلاص انا كده ما استفدتش حاجة. تمام. انت ممكن حضرتك ما تكونش استفدت حاجة، بس بقى عندك قدرة. يعني اقصد ايه، ان لولا التقسيط ما كنتش قدرت اجيبها. فبرضو احنا بنتكلم في حاجه حديه قوي، بتكلم يعني كمان كقيمه الشيء نفسه، كقيمه. يعني احنا كقيمه الشيء دلوقتي، انا هشتري شقه مثلا وهبدا احط فيها فلوس، هل قيمه الشقه دي بعد ما اخلص اقساطها هتبقى قد الفلوس اللي دفعتها؟ السعر اللي انا دفعته هيبقى اقل من قيمتها السوقيه فعلا، ولا مش هعرف ابيعها بالسعر اللي انا عايزه، ولا صح ولا ولا صح. ففي تفاصيل قوي كتير بتدخل في الحته دي، ولكن احنا بنتكلم عن تقسيط ايه، اللي انا قلت اقسط بدل كاش. سلع اساسيه انا محتاجها دلوقتي وهشتغل بيها دلوقتي، مش هركنها. بالظبط.
تمام؟ لا دي ممكن تقسط لو عندك امكانيه التقسيط طبعا، واعتقد دلوقتي الموضوع سهل لناس كتير جدا وحتى البنوك حتى على الكريدت كارد وكده. يعني هو ده اللي خلاني اسال حضرتك لانها بقت متاحه. بس هي الحيله او الخدعه في ايه؟ ان الموضوع بقى سهل، فبقت الناس تروح تقسط كماليات مش عارفه مطلقة. ايه ابعاد الموضوع والفايده العاليه اللي ممكن يكون لا وكماليات صعب. حاجه مش اساسيه بالنسبه لي، وتقسط بشكل مش هيقدروا يطلعوه من دخلهم. انا مش هقدر هتتعثر كمان اصلا. هقسط موبايل وهقسط مصيف احيانا، في ناس بتقسط مصيف، هقسط مش عارف ايه. طب انا هجيب الاقساط دي كلها منين؟ طيب لو حصل هزه في الدخل بتاعي في جزئيه ثانيه. ما هو اللي اخذ قرض من فتره او قسط من فتره حاليا هو كسبان، يعني اوكي كسبان على مستوى الفايده والحاجات دي، لكن انا بتكلم في حاجه ثانيه. هو ما كانش يعرف ان هتحصل ازمه وهيحصل غلا. الحاجه اللي كان بيقسطها او الديون، خلينا نقول مش حكايه قسط بس، الدين اللي عليه أيوة. دلوقتي بقى تسديده جزء كبير من دخله تقيل. ما بقى يعني لانه عنده حاجات تانية. الديون دايما بنقول ان الديون الكبيره محصله ديون اصغر، والثروات الكبيره محصله ثروات اصغر. صحيح، تمام. طيب انا اول حاجه اعملها عشان اسد دين او عشان احس ان انا بنجز الدين بتاعي، اول حاجه ادعي. يعني اول حاجه يا ربنا سبحانه وتعالى قريب ومجيب الدعاء. اول حاجه سندك الاساسي هو ربنا، ربنا يسد ديننا سبحانه. ابدا بعد كده اخرج فلوس الدين دي من اولوياتي، من اكلي وشربي. يعني ده انا عندي هاكل واشرب وهسد الدين، سواء بقى هو ليه قسط معين، سواء هو حد انا واخد فلوس من حد فحاطط له ميعاد معين. صحيح. ودي حاجه مهمه جدا، ما تستناش الميعاد يجي عشان تجهز له فلوسه. لا، انا معاك كمان سنه من قبل بالظبط. انا عندي دفعه سنويه هتدفع رقم، قسمها على 12 شهر عشان تبقى الموضوع خفيف. وزي ما بدانا بازمه بننهي باننا ندعي ربنا سبحانه وتعالى، ودي حاجه على فكره يعني دي هي الحل الاكيد طبعا. لازم استاذ محمد تجي لنا تاني، وعايزين نتكلم بالتفصيل شويه عن البنود المخصصه للصرف في ظل الغلاء. توعدنا بده؟ اكيد، احنا ما لحقناش نتكلم النهارده خالص. ما لحقناش للاسف، وقت الفتره قليل. هننتظر استاذ محمد شاكر قريبا علشان نتكلم عن بنود الانفاق، زي ما الكتاب بيقول هننفق في ايه وننفقه ازاي وننفق نسبه كام من دخلنا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ محمد شاكر، خبير التنميه البشريه وتطوير الذات. وبعد الفاصل بقى هنتكلم عن موضوع مختلف، لكن ما بعدناش عن الأهل والأسرة. إزاي الأهل يكونوا قريبين لولادهم بقى، خاصة المراهقين مع ظروف الحياة الصعبة؟ ممكن يبقوا عناديين، ممكن لا يتقبلوا الظروف الحالية، ممكن يبقى عندهم مطالب تانية وإحنا شايفينها رفاهية وهم مش شايفينها كده. هنتكلم إزاي المعاملة تكون ما بيننا وما بين ولادنا المراهقين بعد الفاصل.